Saw the port development authority there, as well as the mayor, and saw how the city developed. And I was looking. Apparently, you're doing very good at the moment with the cruises. Yes, we have four large cruises, 4,000 passengers. So it's moving a bit. ترجم الحته دي بقى دكتور بقى الحته دي قلت له ترجم الحته دي اه لان انا لسه راجعين من مارسيليا من حوالي شهر كده كنت هناك. هي مارسيليا زي اسكندريه بالظبط ان احنا تطورت المدينه من الميناء الى الخارج والتطوير كان حاجه يعني انت لو شفت الميناء بالصور موجوده من 10 سنين فقط كانت خرابه نام فيها متشردين المطاريد من اوروبا كلها كانوا بيروحوا هناك دلوقتي نمره 2 بعد باريس في فرنسا هي مارسيليا احنا بنشوف التجربه اللي حصلت دي عشان نحاول ننقلها اسكندريه نفس المكتب جاي بيكلمنا على تطوير من الميناء الى داخل